ليطاول لابد ان يرتد حسيرا تجاه واقع تكون فيه الحقوق مجرد حقائق موثقه والواجبات مجرد شعارات منطوقه وممشوشه. التعلم حق بلى، وان على الدوله ان تطلع به، ولان بادرت الدوله الاستقلال الى الزاميه التعليم ومجانيته، لكن الالزاميه لم تتحول جبرا ولا المجانيه باتت مستحقا ما دام الابناء تركوا لصدفه الانتماء لوجهي الاجتماعي الاسري والثقافي الجهوي. فكان ان تعاضد الفقر وباءت التقاليد على منع انفاذ حق التعلم بالنسبه الى الطفله الريفيه، وزاد تنائي المدارس عن اماكن السكنى في سوء اوضاع التعلم، فانجر الولي المعوز وغير المثقف الى منع البنات من التعلم، واذا ابتدأنا التعلم عجل بقطعهن عنه. التعلم حق بلى، ولكن كيف السبيل الى جعله حقا ينتفع به اذا صدحت به حناجر واطلقته شعارات ممنوعه ان تستحيل وقائعه فحقاها؟ ان على الدوله ان تصير هذا الحق واجبا عليها، فتمنع ان يترك لمصادفه الانتماء العائلي والجهوي، ومن شان هذا الحق الواجب ان يصنع امومه راشده، وان الطفله اليوم هي الام بعد حين، وفرق بين اسره تتسيدها امراه متعلمه واخرى ترعاها ام بلا تعليم. وعندئذ الا يصدق قول الشاعر: الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراف. اسمح لي ايها الحضور بهذه المقوله: نحن نزعم خطا ان المراه نصف البشر، وانا لا ادري ما يعني هذا النصف. هل هو نصف حسابي ام نصف اعتباري؟ وعلى فرض انه اعتباري حسب الميل، فانا لا اجد فيه الا ابخاسا للمراه. اذا المراه الام فوق النصف وفوق مجموع النصفين هي الساهرة الراعية القيمة على الطفل أكان ذكرا أو كان أنثى. ومن ثم فلا قوام لنشء مخصب ولا لمواطنة خيرة إلا أن يتخلقا بيدين مرنتين مثقفتين متعلمتين، هما يدا الطفلة المرأة الأم. التعلم حق البلد، وإنه على الدولة الموجبة على نفسها حق تعليم البنات أن تخص الناشئة بصندوق من تمويلها لإسناد العائلات ذات الخصاصة حتى تضطلع رئاكة الواجب بهمة تعليم الأطفال، وأن تترصد الدولة الأولياء المترخين عن ذلك الواجب. وإن من شأن هذا الصندوق أن يخفف وزر تكاليف التمدرس من جهة أدواته ومن جهة تربية الأطفال وإحسانهم. وأنا من جيل كانت فيه المدرسة مساعدة على الإخذاء والإحسان. كلا، ليس التعلم حق، كلا ليس التعلم حقا، ولكنه غاية الحق. وليس التعليم واجبا، ولكنه كل الواجب. وأنه على الدولة أن ترفع هذا الحق وهذا الواجب تاج فضيلة، وعليها الالتزام بهما والإلزام بلا قيد أو شرط، فلا يحول دونهما ظرف أو يمنعهما حال من الأحوال. والسلام عليكم تمام السلام. أنا تم اختياري مقارنة المجموعة الأولى. الفريق حب يطلق على التسمية تاع العمل تاعو النوم، لأنه فيما سبق ودخلنا نحبوا المنقطعات عن الدراسة، يخرجوا من الظلمات إلى النوم بالشرح حياتهم وتكون أكثر إشراق وأكثر حياة وأكثر فاعلية في المجتمع. الحلول اللي شفناها خذات ثلاث مستويات: المستوى الأول على المدى القريب، المستوى الثاني على المدى المتوسط، والمستوى الأخير هو المستوى البعيد. بالنسبة للمدى القريب شفنا أنه يلزم كمجتمع مدني يكون التدخل بتاعنا فاعل وقريب. اقترحنا حملة تبرع لأهل الخير والإحسان، قررنا كمجموعة أنه نعمل حملة تبرع، نطلب من أي شخص قادر أنه باش يقدم معونة للمنقطعة عن الدراسة أو بصدد الانقطاع عن الدراسة أنه يتبرع بالجزء اللي نجم بالقدر اللي نجم يكون، سواء لباس سواء مادي
مهما كان الشكل، لانه من ضمن الاسباب نتاع الانقطاع عن الدراسه هو الحاله الماديه اللي نحن نتفق عليها وساعات نضحك عليها الكلمه نقولوا متعبه خالص، اما هي بالرسمي عباد ما عندهاش ماديا باش تقابلي صغارها، راهو في انت باش تساهم باش تعطيهم حتى ولو مبلغ رمزي شويه مع شويه فليس مع فليس يوليو كتايس، المهم نعاملوا الاخريات ونجم تحل المشكله نتاع عام كامل. هذا فيما يتعلق بحملة التضامن. كيف على المدى القريب رينا انه من اهم الاقتراحات والحلول هي حملات توعويه وتحسيسيه. لأن المشكل الرئيسي ما يلزمناش نبقاو في قاعة موقع نحكيو احنا مع بعضنا على المشكل هذايا ما غير ما نوصلوا للعباد اللي هي بالرسمي تعاني منه المشكل. وبالطبيعة الأطراف الكل يلزمها تتداخل، بمعنى الجانب التوعوي اللي تخدم عليه ما يلزموش يقتصر كان على الفتيات المنقطعات فحسب، بالعكس يلزم يشملهم هما، يشمل الأولياء نتاعهم، كذلك يشمل الموربين المتواجدين في المنطقة هذيك. وخممنا كذلك في رجال الأمن اللي هو ينجم يلعب دور هام، إذا بنية ما تمشيش للقراية والمعلم نتاعها يمشي للسلطة الأمنية ويعمل ديكلاراسيون، راهو فما بعض الأولياء راهم يولوا يخافوا ويرجعوا تطلبوا الشعب. لذلك خممنا أنه جانب التوعوي يشمل كذلك حتى رجال الأمن. النقطة الثانية هي رفع لائحة بتوصيات وحلول إلى أصحاب القرار ومتابعة تلك اللوائح. اللائحة كمقترح منا هي باش تكون صادرة بالطبيعة من خلال العمل نتاع ثلاث فرق. أنتم الكل قدمتوا حلول، ثم حلول ربما احنا ظهرت لينا وثم حلول غابت علينا أكيد باش نجوها في العمل نتاع الخيال. نقترح على جمعية مواطنون وكذلك أجيال المستقبل اللي هما يسهروا على التنظيم أنه يخرجوا لنا بلائحة من التوصيات تكون مدونة بالطبيعة بريزونتابل ويتم رفعها إلى أصحاب القرار سواء من مندوب جهوي او من سلطات معنيه من ولايه من جميع المسؤولين ومن جميع اصحاب القرار. كذلك الخروج بمنسق على كل جمعيه حاضره او اخرى، معناها حاضره او غير حاضره، لمتابعه سيروره المشروع. رينا انه اليوم تم تمثيليه كبيره والحمد لله للمجتمع المدني. وحبينا نستثمروه لوجود هذايا. خممنا انه على الشاء شوفوا كل جمعية تعين منسق باش نعملوا في عمل نتاع شبكات جوست في خلال المشروع هذا باش يكون عملية دفع سواء من خلال انه باش يمثل اذا خممنا في الحملات التوعوية والتحسيسية انه يخدمنا على اورجانيزاسيون غاديكا وميسالش نتعاون مع بعضنا باش تكون العمل نتاعنا اكثر فاعلية على مستوى الوطن. كذلك من ضمن الحلول على المدى القريب خاطر لاحظنا انه اكثر مشكل هو الفقر والخصاص، وإحنا نعرف معناها سبحان الله من المفارقات في الحياه انها ولايه جندوبه تحتل المرتبه الاولى في انتاج الحبوب، المرتبه الاولى في الماء الصالح للشراب، والمرتبه الاولى في مواطنين بالخارج، والمرتبه الاولى في الفقر، والمرتبه الاولى في تصدير الفتيات للمنازل. يعني ديما المرتبه الاولى في الخيرات وفي الحوايج الخايبه زاد من المآسي كذلك. لذلك رينا انه باش نتدخلوا مع الشؤون الاجتماعيه سي بوسيبل، معناها انه البنيات هذوما اللي عانوا الفقر والخصاصه وثم برشا من الشهادات الحيه اللي كانت موجوده انه عندهم امراض مزمنه وبالطبيعه الاولياء نتاعهم ما ينجموش باش يكتبوا مصاريف المرض هذاك، راهو انه دفاتر العلاج المجانية اللي تعطات تطوع ترافير خاصة بعد الثورة وبشهادات منكم معناها، ونعرف انه هذا صار تحت الضغوط، مثالش لو كان تم مراجعة القوائم وهذوما البنيات راهم يسحقوها بالرسمي، انت كي تعطيها دفتر علاج مجاني راك ساهمت بنسبة كبيرة في انها هي باش تتخطى العجز هذاك لانها باش تتمكن من العلاج معناها وتجاوز الالام اللي هي تعاني منها باش توصل الدراسة بتاعها. كذلك الانخراط المجاني في وسائل النقل، مثال في المجنون منها حتى كان موجود النقل الريفي، انه تولي تنجم تركب باش تنجم توصل للمدرسه. هذا فيما يخص على المستوى القريب. على المستوى المتوسط او المدى المتوسط خممنا على خط القافله الخيريه لمرافقه المنقطعات والمهددات بالانقطاع، تاخذ شويه وقت خاصه
الصورات العموميه. القافله هذه فعملنا ان يكون فيها اخصائي في علم الاجتماع، كذلك اخصائي نفسي، ممثلين عن المجتمع المدني. نحن المجتمع المدني لازم تكون عندنا الروح نتاع الانفتاح على المسؤول في الاداره، وكذلك معناها باش نتعاملوا مع بعضنا في اداره، باش نتعاملوا للقضاء على المشكل عويص موجود في الجهه. كيف راهو انه لازم يكون ممثل على الصحه، لانه نعرف مليح انه المراكز الاساسيه في المناطق الريفيه تخدم نهار في الجمعه. راهي مش نهار في الجمعه، انا مانيش معدل بان انسان مريض باش نمرض وقت منحب، باش نستنى اللي يتحل مركز الوحده الاساسيه باش يعدي عليا الطبيب اللي يشوف يجي وشوف ما يجيش. ما لكن نعرف احنا القوائم نتاع مرافقه لهنا، انت باش تقرب الخدمات الصحيه للعباد هذوما، دونك باش تعاونهم بجانب من الجوانب انهم باش يتجاوزوا مشكل كبير بالنسبه لهم هما. كذلك لاحظنا انه في الوسط المدرسي خاصه في المدرسه الريفيه ما يشجعش على انه التلميذ باش يعاود يرجع، على عكس ربما اللي موجود في المدارس في الوسط الحضري. ثم نوادي تنشيطيه سواء نوادي نتاع رسم او موسيقى او غير ذلك. في الوسط الريفي ما فهمش شكون يسعى على النوادي هذه، ثم مدارس فيها نوادي وغير مفعله اطلاقا، وثم مدارس ما فيهاش نوادي وسجنة. هذه من استخدمناها. كان ثم مدافع نتاع نشر المجتمع المدني، كتبنا على زوج بنيات اليوم يعانوا من كعاقة، انقطعوا مدة عام عن الدراسة لأنها كانوا معاقبة وما نجموش يصلحوها. بربي كان كان لحد الآن مازلنا واحدين كيفاش باش نصلحوه. مالا المشاكل الكبيرة وقتاش باش نوصل معالجة؟ ما نصورش كان المشكل إلى الدرجة هذه باش نبقوا عام كامل حابسين على كار باش نصلح. بالحق زاد أصحاب القرار نكونوا أكثر فاعلين، مش في الجانب السلبي، بطبيعة الحال في الجانب الإيجابي. على المستوى البعيد، أهم مشكلة تعاني منها ولاية جندوبة اللي نعرفوا أنه 80% من التاريخ هي بالأساس البنية التحتية. لأنه إذا بطبيعة الحال تكون ثم طرق أو طرقات بالأحرى، سامحوني في الكلمة، معدة ومسائل متوفرة لوسائل النقل، باش يولي النقل ما عادش باش يخاف على كهربته. دونك هنا أنت باش تسهل المشكلة نتاع التنقل، ما نضطرش أنا كفتاة ريفية باش نمشي نقرا في مدرسة تبعد عليا 4 ولا 5 كيلومتر ونخرج قبل بساعتين وثلاثة ورا. ولي مانيش مجبر على الشيء هذا، بالطبيعة مع أنك تصير تقرا الكونديسيون نتاع المناخ والإطار المكان غاديكا وباش تخرج ظلمة، ونحن مازلنا متمسكين بالشرف نتاعنا كمجتمع إسلامي وعربي. راهي بالرسمي تعمل مشكل كبير بالنسبة للولي، يخاف على بنته أنها تتعرض لأي إنسان تضعيها على أرض الواقع، تكفل الدولة في مصاريف التمدرس بالنسبة للعائلات المعوجة من نقل وكتب المدرسية، الصحة، ترشيد إسناد بطاقات صحية مجانية، وتمكن من حق تداوي وعلاج بلا مقابل بالنسبة إلى العائلات المعوجة. تجارب حالات الانقطاع عن التعليم لإعادة إدماج وتأهيل الاجتماعي، إقامة دورات تكوينية في مجالات ومرغوب فيها، وتمويل مشاريع صغرى لفائدتهم، وتأهيل نفسها لفائدتهم لإعادة إدماجهم في حياة الاجتماعية ضرورية. ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية والاجتماعية والمجتمع المدني، تأمين
الوعي عند الأولياء بضرورة إتمام التعليم الفتيات عندما عدم تمييزهم فتيات